نعود إلى ضيف من القدس سيد خليل لنقرأ أكثر في ما هو متوقع من الحكومة الإسرائيلية اليوم. كما أشرت في بداية هذه المداخلة، هو يوم عطلة بالنسبة لإسرائيل، ولكن ما هي الخطوات المرتقبة من الحكومة في المرحلة المقبلة وكذلك المؤسسات الأمنية إزاء هذه التطورات والمعطيات؟ حقيقة ما يحدث الآن في جنوب لبنان والفشل في الدخول البري وما يحدث الآن هو أن الجانب الإسرائيلي يستخدم القوة الجوية المفرطة ضد المدنيين. يعني العقيدة الضاحية اللي ذكرتها بالبداية هي منذ عام 2006 بدأت، وثم تم تنفيذها في قطاع غزة بحيث عملية التدمير والإبادة، بمعنى عملية قلب الميزان، يعني بمعنى أن يتحول الحاضنة الشعبية من مؤيدة إلى رافضة للمقاومة. وبالتالي نحن أعتقد اليوم بأن اليوم بالنسبة للجانب الإسرائيلي والليلة وغدا ستكون أكثر عنفا مما حدث اليوم. أنت الآن تتكلمين عن 5 غارات بهذه اللحظة، لكن ستكون أكثر عنفا إذا كان هنالك رد عنيف قادم من حزب الله بهذا الاتجاه. في نفس الوقت أيضا الجانب الإسرائيلي هو يريد أن يحدث على الأقل خرقا في داخل المنطقة البرية، يعني خلال 3 أسابيع لم يستطع أن يدخل في داخل جنوب لبنان نتيجة للخسائر ونتيجة المقاومة الشديدة، وبالتالي هو يريد أن يخترق، أن يصل إلى الليطاني قبل الانتخابات الأمريكية، قبل أن يكون هنالك قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار أو العودة إلى 1701. هذا يعني بنفس الوقت يريد أن يحقق شيئا إنجازا ما. صحيح أنه قتل قيادات حزب الله وكما ذكرتم أنه انتصر، لا هو لم ينتصر، انتصر انتعش بشكل بسيط جدا، لكن ما جاء فيما بعد هو كان ردا فعليا على أن الحزب هو عبارة عن هيكلية وليست معتمدة على شخص واحد. أيضا ما حدث في قطاع غزة، تم تدمير قطاع غزة بشكل كامل، وأيضا ما زالت هنالك حماس وما زالت المقاومة العربية أو الفلسطينية تقاوم في تلك المنطقة. حتى لو قتل يحيى السنوار وحتى لو قتل كثير تعود، لأنه الفكرة موجودة وفكرة التحرر وفكرة المقاومة هي موجودة، فبالتالي مهما قتلت من القيادات سيأتي قيادات فيما بعد. أنا اعتقادي اليوم حسب الرؤية وحسب العقيدة الإسرائيلية وحسب الرؤية وكيف يفكر نتنياهو لو كنت مكانه، لأني أنا أعرف كيف يفكرون الآن الإسرائيليون، هو يريد أن يحقق نصرا ما. هو صحيح أن أعاد التوازن، لكن إذا ظهرت إلى استطلاعات الرأي لا تشاهد هذا الكم أنه استطاع أن ينتصر. هو يستطيع أن يسوق هذا الموضوع، لكن قضية الانتصار هو يريد انتصارا مطلقا، هو يريد أن يعيد. طيب ما طبيعة هذا النصر؟ ما هو شكل هذا النصر؟ هل هو نصر سياسي؟ هل هو نصر عسكري؟ للإبادة، القضاء على حزب الله، القضاء على حماس، وهذا من المستحيلات. يعني أنا لا أعتقد، لأنه الحماس هي فكرة، حزب الله هي فكرة، وليس هي عبارة عن كده. هو يريد أن يسيطر على المنطقة، هو يريد عيدة الأسرى من الجانب بدون مقابل. هذا كله له سنة كاملة يقاتل من أجل هذا الموضوع، لأنه هنا ظهر أو طلع على الشجرة ولم يستطع أن ينزل. هو يتكلم عن النصر المطلق، ثم تحول النصر المطلق إلى يوم القيامة. تصوري، يريد أن ينقل الموضوع ما بين استعمار، ما بين احتلال إسرائيلي للضفة الغربية وللقدس، إلى قضية دينية، بمعنى نحن نقاتل العمالقة، العماليق اللي هم قطاع غزة، وهذولا حيوانات بشرية بين خوتين. على هذا الأساس هو يريد أن يحول هذه الحرب كلها إلى حرب دينية لتوحد كل الأحزاب الإسرائيلية حوله. حاليا يتوحدون، لكن في داخل هذه الأحزاب الإسرائيلية هنالك من ما زال ينتظر أن يسقط في الفخ نتنياهو، وهذا الفخ الذي يصيقع فيه عندما يكون هنالك أي هزيمة جانب الإسرائيلي. يوميا جنود إسرائيليين يقتلون، جنود إسرائيليين يجرحون، لكن في نفس الوقت أيضا هو حقق في قضية يحيى السنوار، حقق في قضية سماحة نصر الله، هو أيضا في كل هذه المواضيع حقق انتصار بسيط تكتيكي لكن ليس استراتيجي. طيب أتوجه ربما بهذه المعطيات إلى الدكتور عصام. عندما نتحدث عن مسألة النصر أقلها في الميدان اليوم، ما هو شكل النصر بالنسبة لإسرائيل في الميدان؟
لا شك أن مفهوم العبارات أو المصطلحات العسكرية عندما تخرج من قائد سياسي أو قائد عسكري لها مدلولاتها، ولكن إذا ما أردنا أن نضعها في يعني في المستوى العسكري أو الاستراتيجي فلا يوجد أمن مطلق ولا يوجد نصر مطلق إطلاقا. يعني هذا هي المصطلحات، هذه مصطلحات يعني ضبابية يعني يقولها من فقد السيطرة على القدرة التفكير السياسي والاستراتيجي للتحدث مع مجتمعه بالدرجة الأولى ومع الآخر أو الخصم الآخر الذي يقابله. ولذلك هذه المفاهيم غير واردة لا في السياسة ولا واردة في الاستراتيجية. من هنا أقول إذا كان هو ينظر إلى نصر فأعتقد أن الأهداف الاستراتيجية التي وضعها هي بعلم الاستراتيجية ليست أهداف. السبب في ذلك أن الهدف الاستراتيجي يجب أن يكون واضح المعالم مؤقت بزمن قابل للتحقق. هذه الأهداف التي وضعها في سوريا وفي لبنان إطلاقا ليست استراتيجية لأنها مخالفة لكل شروط الأهداف الاستراتيجية. لذلك الجميع يقول بأنه حقق بعض الأهداف ما تسمى التشغيلية والتكتيكية العملياتية فقط لا غير. وهذه لا تستطيع أن تقود إسرائيل إلى هدف استراتيجي، لأن تحول النظرة الاستراتيجية الإسرائيلية من تحقيق الهدف النصر المطلق والأمن المطلق أو ما سمى التحالف الأمني الذي أصبح الآن هو النظرة البعيدة المدى لدولة الاحتلال فيما يسمى المجال الحيوي لدولة الاحتلال الاحتواء الأمني. ولذلك أقول هنا أن ما فعلته المقاومة في جنوب لبنان وفي قطاع غزة أسقط جميع النظريات التي استخدمتها القوات الإسرائيلية. عندما تتحرك مسيرات من داخل جنوب لبنان إلى العمق الإسرائيلي وإلى عمق الأراضي المحتلة وهنالك وهنالك 4 فرق وألف جندي مشاة واستخبارات وطائرات وغطاء جوي، هذا يدل على أن هنالك خلل أمني. لذلك طيب لا نستطيع دكتور أن عصام، نقول دكتور عصام سنعود لمتابعة هذا النقاش، لكن الآن تتجدد يبدو سلسلة الغارات على بيروت. هذه مشاهد نتابعها مباشرة تظهر تصاعد أعمدة الدخان بشكل كثيف من العاصمة. إذا يبدو بأن الجيش الإسرائيلي يكثف غاراته على مناطق بجنوب لبنان وشماله، كذلك في العاصمة ترد الآن هذه المشاهد المباشرة لآخر الغارات الإسرائيلية التي طالت الضاحية الجنوبية. إذا يبدو بأن الغارات الإسرائيلية تتجدد على الضاحية الجنوبية لبيروت، وهذه آخر الصور التي ترد من الضاحية بعد الغارات الأخيرة التي تتجدد منذ ساعة تقريبا أو أكثر على ضاحية بيروت الجنوبية. نشاهد تصاعد أعمدة الدخان بشكل كثيف من المنطقة حتى اللحظة لا ترد الكثير من التفاصيل حول طبيعة هذه الاستهدافات، ولكن يبدو بأن هذه الغارات التي تتجدد الآن هي في محيط الضاحية الجنوبية. قبل قليل كان في استهداف بمنطقة الشويفات القريبة من الضاحية، حتى الآن لا ترد الكثير من التفاصيل، ولكن هذه آخر المشاهد التي وردت من المنطقة. أتوجه الآن وأعود إليك دكتور عصام، في حين نحن نتابع الآن هذه الغارات المستمرة على الضاحية، في إطار ما يحدث اليوم وبعد يعني اغتيال حسن نصر الله وكل التطورات الأخيرة خلال الأسابيع الماضية، سقطت معادلة المواجهة من خلال الأذرع بين إسرائيل وإيران، وطرح البعض بأن المعادلة اليوم هي مواجهة إيرانية إسرائيلية بشكل مباشر.
هل لازالت هذه المعادلة قائمة فيما نشهده اليوم؟ وكيف يمكن لهذه المعطيات التي نتابعها الآن أن تؤثر على طبيعة الرد الإسرائيلي على إيران المرتقب بالتأكيد، على موقف واشنطن إزاء هذه المسألة؟ ما هي التوقعات برأيك؟ لا شك أن النظرة الإسرائيلية كانت تقوم على أساس فصل الرأس عن الأطراف، وبالتالي يعني تستطيع إسرائيل أن تقضي على وكلاء إيران عندما تردع الرأس أو الجسم الرئيسي الذي يغذي هذه الأذرع أو هذه الجماعات. ولكن خلال مدة يعني الحرب والطويلة بعد سنة، أعتقد أنها لم تستطع ذلك لسبب مهم جدا. نعم هنالك مساعدات إيرانية إلى وكلائها بغض النظر عن ماهية هذه المساعدات، لكن هنالك عامل حاسم أن الذين يقاتلون هم أبناء الأرض. جماعة حزب الله هم لبنانيون، هم مقيمون في أرضهم، وبالتالي لا تستطيع إسرائيل استئصالهم من جنوب لبنان من الأراضي اللبنانية، كما هم الفلسطينيين في الضفة وفي قطاع غزة. هم أبناء الأرض، هم ليسوا منظمات يعني جاءت لتقاتل من أقصى الأرض، وهذا مخالف أيضا للفكرة التي وجدت من أجلها إسرائيل كدولة. إسرائيل جاءوا، وهذا واضح. هذا واضح دكتور عصام، لكن سؤالي الآن بأنه يعني هناك بعض الترجيحات أو الحديث في الإعلام الإسرائيلي بأنه هذه التطورات التي نتابعها اليوم من تصعيد قد تؤثر على طبيعة الرد الإسرائيلي المرتقب، أو قد يستغله نتنياهو في المرحلة المقبلة عندما يرد على الطرف الإيراني فيما يتعلق بالهجمات الصاروخية الأخيرة. هل هذا ممكن؟ نعم، هو يعمل على هذا، يعني هذا ممكن، لأن إسرائيل تعمل على أساس فصل الجماعات التي تقاتل لهدف التوجه يعني القوة العسكرية المناوئة لإسرائيل في الأراضي المحتلة، وأيضا تدافع عن مصالحها مع دولة دعمتها. يعني حزب الله يشكل ذراعا طويلة لإيران في المنطقة. لكن المشكلة كما ذكرت سابقا أن إسرائيل لا تستطيع ضرب إيران ما دامت القوة الصاروخية والمسيرات والقدرات القتالية لدى حزب الله قادرة على إيقاع العذى. لو فرضنا أنها قامت الآن بضرب إيران، ما رأيك في الرد الذي يمكن أن يقوم به حزب الله على الأراضي المحتلة؟ أعتقد أنه سيطلق يعني مئات إن لم يكن بعض الآلاف من الصواريخ والمسيرات. وهنالك فكر استراتيجي أو عسكري يقول ماذا لو تم ضرب القواعد العسكرية التي ستنطلق منها الطائرات عند خروجها لضرب إيران؟ هل وأين ستعود هذه الطائرات وأين ستهبط؟ أعتقد أن هذه مشكلة استراتيجية عسكرية في الذهنية العسكرية الإسرائيلية، لذلك يريد أن يتخلصوا من قدرات حزب الله حتى يقوموا برد الضرب. فما دام هذا الحزب قادر على إيقاع الأضرار والألم في إسرائيل، فأعتقد أن الحرب ستتأجل أو ستتحول من حرب عسكرية بضرب بالطائرات إلى حرب سبرانية أو ما شابه ذلك. دعني أتوجه ربما بنفس السؤال إلى ضيفي من القدس سيد خليل. هل برأيك سيتم استغلال ما يحدث اليوم من تطورات للرد على الجانب الإيراني بشكل أوسع لتوسيع ربما رقعة الاستهدافات الإسرائيلية للجانب الإيراني، باعتبار أن الإعلام الإسرائيلي بعد ما حدث بعد محاولة الاغتيال لنتنياهو ذكرت بأن إيران هي من تريد استهداف نتنياهو وليس حزب الله، ما رأيك؟ أنا دائما بتكلم عن وكلاء إيران والأذرع إيرانية. طب ما إسرائيل هي ذراع لأمريكا، يعني شريك كامل، أمريكا تدعمها بكل الإمكانيات المادية والمعنوية. إيران لديها وجودها، لديها ما تريده في هذه المنطقة، يريد لها نفوذ، وبالتالي هي صراع نفوذ في هذه المنطقة، صراع نفوذ ما بين إيران كدولة وصراع نفوذ ما بين أمريكا اللي تريد أن تسيطر على هذه المنطقة. فالذراع التنفيذي لهذا الموضوع هي إسرائيل. إسرائيل لو بقيت لوحدها لمدة عام هي لن تبقى ولا يوم،
لأنه هي كل الأسلحة التي تأتي وكل الأموال التي تأتي هي من الولايات المتحدة الأمريكية بدعم أمريكي ودعم أوروبي. من الذي يحارب اليمن اليوم؟ الذي يحارب اليمن هم البريطانيين والأمريكان. فبالتالي أنا كلمة وكيل وذراع أنا هذه يعني مش مضبوطة، لكن لأنه لكل دولة لها خصوصيتها وكذا. لكن حقيقة الجانب الإسرائيلي كما ذكرت في البداية أنه يريد أن يوسع المجال الحيوي، هو يريد منطقة بافر زون، منطقة حرام، هي توجد في الأردن، يجب أن تنتهي الأردن، يجب أن تنتهي العراق، العراق تم إنهاؤها، وبالتالي إنهاء سوريا، إنهاء لبنان، وتصل حتى العراق وتصل حتى باكستان. هذه هي الرؤية الإسرائيلية لمنطقة الشرق الأوسط. هي تريد أن يأتي الخط ما بين الهند والإمارات باتجاه المنطقة البحر المتوسط باتجاه أوروبا، وهذا الخط اللي خطين، خط يتجه باتجاه تركيا وخط يتجه باتجاه حيفا. طيب. فبالتالي هي تنظر إلى هذه المنطقة من ناحية اقتصادية، من ناحية سياسية، من ناحية عسكرية، لأن قضية الأمن إسرائيل كلها قائمة على الأمن. لا يوجد، كنا في فترة المفاوضات دائما يتكلمون عن الأمن، الأمن إذا افترضنا أنه حدث، فبالتالي هي تريد هذه المنطقة مسيطر عليها بشكل كامل، وهذا لن يحدث. السبب في ذلك أن هذه الرؤية الإسرائيلية لهذه المنطقة هي رؤية توراتية ما بين النيل والبحر، ما بين الفرات والنيل، ورؤية ثانية أننا يأتون من التوراة ويريدوا أن يحولوها لحرب دينية. الحرب الدينية يعني المسيحية. السيد خليل، بعد اغتيال السنوار ظهرت الأصوات أو عادت أصوات المعارضة الإسرائيلية بالظهور، شهدنا مظاهرات، تم الحديث بشكل أكبر عن مسألة الصفقة. هل برأيك سيكون لهذه المعارضة وقع أكبر في هذه المرة باعتبار أنه السنوار إلى حد ما حقق هذه الانتصارات باغتيال عدد من القيادات سواء في حزب الله أو حماس؟ حقيقة يعني سواء كان استشهد السنوار أو لم يستشهد، لأن ستأتي قيادة بعديها، وهذه الحماس هي عبارة عن هيكلية، ليست عصابات مافيا، هي حركة وطنية فلسطينية، ممكن تختلف معها، ممكن تلتقي معها، لكن هي حركة وطنية فلسطينية لديها فكرها الديني، التيار الديني، أنا أختلف معها، لكن هي ضمن الحركة الوطنية الفلسطينية. مات السنوار سيأتي بعده أخ شخص آخر، وهذا هنا سيكون هنالك لدي عملية توازن. إسرائيل تريد إعادة الأسرى أو إعادة المخطوفين كما يقولون بدون ثمن، وحماس عندما قامت بهذا الموضوع قامت من أجل إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين الموجودين في السجون الإسرائيلية. إذا لم يحقق هذا الطرف انتهت حماس، لأنه دفعت الثمن غالي في هذا الإطار. وبالتالي أنا أعتقد أن الشخص الذي سيأتي فيما بعد هو سيكون أكثر عقائديا وأكثر تطرفا من السنوار الذي هو خطط لهذا الموضوع، لأنه طيب. كل ما نعرفه الآن أن حماس لديها أهدافها، لديها استراتيجيتها، وأيضا إسرائيل لديها أهدافها واستراتيجيتها. إذا وصلنا إلى حل وسط بين الطرفين ستحل المشكلة، لكن الجانب الإسرائيلي هو يريد كما ذكرنا نصر مطلق وإعادة المخطوفين دون ثمن، وحماس لن تقبل بعد تدمير قطاع غزة أن لا تحصل على ثمن سواء كان الأسرى وإعادة البناء وإخراج قطاع غزة من السجن الكبير وإعادة الإعمار.